على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص النهار على الحياة فام في سانتي 5.0. صحتك بالدنيا، صحتكم بالدنيا. اهلا وسهلا بكل ما التحق بنا في الاستماع على البوند اف ام 93 رجل حي اف ام اذاعه القيره وين للصحه. كيف العاده مشوارنا يتجدد معكم من الاثنين للجمعه في نفس التوقيت في سانتي 5.0، كل الاخبار اللي تهم الصحه نتاعكم وفي علاقه بصحتكم. وديما نقول الصحه بالمفهوم الشامل نتاعها. الرجل الحكيم هو الذي يعتبر ان الصحه هي اعظم نعمه للانسان. وتدفين مشي معكم للسمع. اليوم العناوين المتصدرة الحقيقة ديما كلمة جدر القردة. رصد 10 الإصابات بجدر القردة في عدة دول. كيف المنظمة تقول إصابات كورونا تتزايد والعديد من الناس مازالوا في خطر. بعد بريطانيا 10 الإصابات بجدر القردة في إسبانيا والبرتغال. ومرة أخرى العناوين يتجدد. سينو نحكي لكم على تركيز مؤسسات للصحة العسكرية في الجهات الداخلية ضد الأولوية. وفي باريس كيف اكتشاف اول حاله يشتبه بالاصابه بجدري القرده. تنعطيكم اكثر تفاصيل بيان سور بعد بشويه بشكيكه. الناس ما تخافش، ونحطوكم في الاطار زيد كيف في شيف سونتي باش نحاولوا نعرفوا لكم شنو هو جدري القرده وشنو الاعراض اللي تنجم تصاحب الناس الكل. تليفوناتكم على 70 035 120. ميساج اذا كان عندكم تساؤلات تحبوا تطرحوها مرحبا بتليفونات الناس الكل. اهلا وسهلا باحمد المخلوفي في الاخراج التقني الحساسي، نو احمد الشفار. اوكي لي دو احمد اليوم، احمد الشفر كوتي ديجيتال، مريم منصوري كوتي ميكرو. تقولكم ان شاء الله مواصلين معكم المشوار حتى النص نهار، ويمشي تلقاو زيد انس في استقبال مكالماتكم. خليكم برونشي على 93 سونتي 5.0. كيف العادة في التوقيت هذا اخر المستجدات التحقيق كسو على الصحة الوطنية والا العالمية في كوادنف. كوادنف سونتي. كما قلت لكم العناوين المتصدرة مختلف الصحف والمقالات هي رصد 10 الإصابات بجدر القردة في عدة دول. بعد بريطانيا 10 الإصابات بجدر القردة في إسبانيا والبرتغال. واكتشاف أول حالة يشتبه بإصابتها بجدر القرود في باريس. دونك باش نحكي لكم بأكثر تفاصيل في المقالة ذي. من أعلنت إسبانيا والبرتغال تسجيل أكثر من 40 إصابة مؤكدة أو يشتبه في أنها مرض جدري القردة. هو مرض نادر في أوروبا، كانت قالت منظمة الصحة العالمية في الإطار هذية اللي هي تريد الإضاءة بالتعاون مع بريطانيا على الإصابات بجدر القردة اللي تكتشف في هذا البلد منذ بداية شهر ماي، خاصة مع مجتمع المثليين. عفوا، وكانت أعلنت السلطات الصحية المحلية في منطقة مدريد مساء أمس اكتشاف 23 إصابة يشتبه في أنها جدر القردة وهو مرض متوطن في غرب افريقيا. جدري القردة مرض نادر، عادة ما تكون الاعراض نتاعو الحمى والا الم في العضلات والا تضخم الغدد اللمفاوية، طفح جلدي على اليدين والوجه. كان اوضح بين السلطات على تويتر، عموما يحدث انتقال المرض كيفاش وقت يكون عن طريق الجهاز التنفسي. اما الحالات 29 المفترضة للعدوى تشير الى ان الانتقال حدث عبر الاغشية المخاطية اثناء العلاقات الجنسية، وهذه اللي فسر دونك في مجتمع مثلي اللي قالك انتقال مثل هالامراض هذية. اما في البرتغال فهناك اكثر من 20 اصابة يشتبه في انها جدري القردة في منطقة لشبونة غرب البرتغال. تم تأكيد خمس منها وفق ما اعلنت عليه السلطات البرتغالية في بيان لها. وفي وقت سابق زادة كيف في المملكة المتحدة تم تسجيل 9 حالات اصابة بجدري القردة. في الولايات المتحدة الامريكية كانت اعلنت وزارة الصحة في
في ولاية ماساتشوستس عن اكتشاف الحالة الأولى لمرض جدري القردة في عام 2022 في الولايات المتحدة الأمريكية. وجاي بين أصدرت الوزارة اللي أكدت إدارة الصحة العامة من كونه نهار 18 ماي حالة واحدة من حالات الإصابة بعدوى جدري القردة. كان الرجل البالغ زار كندا مؤخرا ومن ثم تم الإقامة متاعه في المستشفى وتقييم الحالة المرضية متاعه على أنها مرض جلدي. زاد في نفس الإطار نحكيه على جدري القردة، تحدثنا على البرتغال، تحدثنا على إسبانيا، تحدثنا على المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. أمس كانت أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اكتشاف أول حالة يشتبه في الإصابة بجدري القردة على الأراضي الفرنسية في منطقة باريس وسط مؤشرات على انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم. دونك سيبون ونقص نختار، وذلك علاش منظمة الصحة العالمية قاعدة تتعاون مع بريطانيا على الإصابات بجدري القردة اللي اكتشف أول مرة في المملكة المتحدة منذ شهر ماي، خاصة كما قلنا لكم في المجتمعات المثلية اللي هم على حسب الإحصائيات نتاعهم كمنظمة صحة عالمية لقاو اللي المرض هذا يتكثر في مثل هالمجتمعات. مش نحاولوا نذكركم هكا ببعض الأعراض لجدري القردة. احنا قاعدين نشوفوا في الصور هذوما العلامات اللي تنجم تظهر كتفح جلدي على الجسم نتاع الأشخاص، اللي هي تكون الأعراض الحمى وتفح جلدي بشكل مميز بين تبرز حبوب على الجلد، على عادة يكون خفيف. أما فما زوج سلالات رئيسية اللي هي أحدها سلالة الكونجو هي الأشد خطورة بنسبة وفيات تنجم توصل لقدر الله 10%، وسلالة غرب إفريقيا بمعدل وفيات 1% من حالات الإصابة. احنا كيتا ناخذوا معانا إن شاء الله أهل الاختصاص بأكثر تفاصيل في الموضوع هذا حتى اللي طمأنت حتى شعب التونسي باش هكيكا نشوفه. هو قلنا احنا طرق العدوى اللي تنجم تكون معقولة بها الأمراض هذية، لكن نعرف إذا كان الأمراض تكون منقولة كلك سواء عن طريق اللمس وإلا عن طريق كما قالوا هما المخاط وإلا الحاجات اللي كيما هذوما. دونك فما نقص اختاري نجم يكون هذاك على جيما نأكدو لكم كونكم تحترموا البروتوكول الصحي حتى في ظل اللي نقصت جائحة كوفيد، لكن ديما الحفاظ على البروتوكول الصحي واجب في الإطار هذا حماية لكم وحماية للعزيز عليكم. وكنت هذي كودنف كودنف سانتي. مازلنا مواصلين معكم المشوار حتى نص نهار في سنتي 5.0. مختلف الفقرات اللي تستنى فيكم مش نحكيكم عليه، تركيز مؤسسات للصحة العسكرية في الجهات الداخلية ذات الأولوية، وكنا تحدثنا عليه 72 إطار طبي وشبه طبي تم تركيزهم في ولاية القيروان. نعطيكم أكثر تفاصيل على المؤتمر الوطني 13 للطب العسكري بالعاصمة. سينو مش نحكيكم على منظمة الصحة العالمية اللي مش نحكيكم على كورونا، إصابات كورونا تتزايد والعديد من الناس مازالوا في خطر. دونك نقول لكم سيصير يحكم الناس الكل. مازلنا واصلين معكم المشوار حتى نص نهار. سونتي 5.0 الناس اللي التحقت بنا في الاستماع على البوند اف ام، ذكركم انتم برانشي على 93 ومعكم سونتي 5.0. سونتي 5.0 مختلف المؤتمرات والملتقيات اللي تهم الصحة والواقع الصحي في ولاية القيروان وعلى مختلف الولايات الأخرى تستفيد في أجندة سنتية. أجندة سنتية في أجندة سنتي باش نحكي لكم على المؤتمر الوطني 13 للطب العسكري بالعاصمة، ومن البارح شدد الفريق طبيب مصطفى الفرجاني مدير عام الصحة العسكرية في كلمة لي خلال افتتاح أشغال المؤتمر الوطني 13 للطب العسكري بالعاصمة على أهمية المؤتمر هذا، معتبر اللي هو حلقة مهمة للتكوين الطبي المستمر. كان قال الفرجاني أن لجنة التنظيم سهرت على انتقاء محاور هامة خاصة في مجال العلاج الحيوي والجراحة الطبية في ظروف الحرب وفي الخطوط الأمامية وغيرها. كان أكد زيد الفرجيني على الإدارة العامة للصحة العسكرية بوزارة الدفاع أنه يسعى إلى تركيز مؤسسات صحية في طب الاختصاص في المناطق الداخلية ذات الأولوية، مشير إلى حرص الوزارة والقيادة العامة للقوات المسلحة على دعم التوجه هذا وتوفير ظروف النجاح متاعه. وإحنا كنا البارح زيد كيف في نفس الإطار تحدثنا على الموضوع هذا، وكان عندنا تدخل المدير الجهوي معمر الحاجي للصحة بولاية
القيروان حول تعزيز 72 إطار طبي وشبه طبي من المجندين للخدمة الوطنية خلال الأيام القليلة القادمة بمختلف المؤسسات الصحية بولاية القيروان، وهكذا يقوم بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين تقريبا المدة باش تكون لمدة عام في إطار التعاون بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة، أفاد المدير الجهوي للصحة بالقيروان في تصريح ليه. أن الإطارات الطبية وشبه الطبية باش توزع على أطباء أسنان، طبيب صحة عمومية، 3 صيدلة، 27 فني سامي أول باش يتوزعوا على 12 اختصاص، منها الإنعاش والتبنيج والاستعجالي، التصوير الطبي وغيره، بالإضافة إلى تقريبا 40 ممرض. يشار إلى أن وزارة الدفاع الوطني كانت دعات خلال شهر أفريل المنقضي كافة الإطارات الطبية وأطباء الأسنان والصيدلة والإطارات الشبه الطبية من فنيين ساميين للصحة وممرضين للصحة العمومية، إناث وذكور، اللي مازال ما تجاوزش السن نتاعهم السن القانوني للتجنيد، معناها في عمر 35 عام، إلى تلبية نداء الواجب، وهكيك يعزوا مجهود الوطني في مجال العناية بصحة المواطن في إطار أداء الواجب وواجب الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة، وتكون بالتعاون مع وزارة الصحة. يتنزل تعيين الإطارات الطبية والشبه الطبية كما قالوا هنية في المؤتمر إلى دعم وإسناد هيكل الصحة العمومية بمختلف ولايات الجمهورية بالعنصر البشري المختص، وعملا بأحكام نذكركم القانون عدد 1 لسنة 2004 اللي هو مؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية، خاصة الفصول 2 3 و4 من القانون هذا. وهكيك ديما لاحظوا احنا تعاون وزارة الدفاع في الإطار هذا، وحتى معناها المستشفى العسكري اللي كان في ولاية القيروان في ظل جائحة كورونا خدم برشا في الجائحة هذه، وكان متعاون برشا، مشكورين وزارة الدفاع على أداء الواجب هذايا. ودونك بيان سور ديما في إطار تعاون بين مختلف الهياكل متاع الدولة، وكانت هذه أجندة سانتي. أجندة سانتي، مازلنا واصلين معكم المشوار حتى نص نهار في سانتي 5.0. بعد بشوية في شيفر سانتي نجيكم منظمة الصحة العالمية مش تحكي لكم على إصابات كورونا اللي تتزايد، والعديد من الناس اللي مازالوا في خطر. هذا بش يكون محور موضوعنا بعد بشوية، خليكم بونشي على 93 في سانتي 5.0. سانتي 5.0 دقيقة بعد لحظة هذه فانغو للموسيقى اللي تستنى فيكم بعد بشوية، حسين الديك سوا سوا، وهذه هي سانتي 5.0. سانتي 5.0 كيف العادة مختلف الأرقام ومختلف الدراسات فيما يخص الصحة متاعكم الناس اللي بانشي على 93 تدسويت في شيفر سانتي. شيفر سانتي، في شيفر سانتي لليوم هكا ديما العناوين تختلف، ممكن تصير هكا كونفيجن صغيره لبعض الناس اللي يسمعوا فينا، ما نساش احنا في الاطار هذايا ديما نحاول نوضح لكم، خاصه اذا يعرضوكم هكا عناوين مري يقول لك الكورونا سي بون ما عادش موجوده، الكورونا قلت شويه تنجم تكون خفت، فما منظمه الصحه العالميه هي اكثر مصدر النجم نثقوا فيه وقت اللي تقول لك منظمه الصحه العالميه اصابات كورونا تتزايد والعديد من الناس مازالوا في خطر. نساش كيفاش نوضحوا لكم من غير ما نهولوا الأمور، وقت اللي قالت منظمة الصحة لعموم الدول الأمريكية أن حالات الصحة الإصابة بكوفيد 19 تتزايد مرة أخرى في الأمريكيتين، مع تخلي الكثير من الدول على الإجراءات الوقائية كما الكمامات والتباعد الاجتماعي، فضلا عن ضعف معدلات التطعيم للوقاية من المرض في العديد من البلدان. كانت أضافت المنظمة أن الحالات في المنظمة زادت 27.2% الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق، عليه مدفوعة بالأساس بارتفاع في حالات الإصابة في الولايات المتحدة. جاءت أكثر من نصف الحالات الإجمالية واللي هي العدد متاحة 918,000 من أمريكا الشمالية، مع حدوث قفزة في الحالات في الولايات المتحدة اللي بلغت 33% الأسبوع الماضي، مسجلة 605,000 حالة. كانت قالت مديرة المنظمة، هنا شو نحكيه بيكم، المنظمة باهو الأمريكية،
كارثة إيطالية أن استخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي أفاي مفيد برشا خاصة في الحالات هذه ومنذ انطلاق الجائحة، وهي إجراءات ما زالت مطلوبة لتقليل انتشار الفيروس، مضيفة إلى أن الحكومات لازمها تكون مستعدة لتجديد تلك الإجراءات وقت ما تزيد الحالات والوفيات جراء المرض. وتابعت في مؤتمر صحفي لها أن العديد من الناس ما زالوا في خطر، وين ما زال سوى 14 دولة من أصل 51 في الأمريكيتين، بهدف منظمة الصحة العالمية بتطعيم 70% من السكان نتاعها. هنا حالة منظمة الصحة العالمية تعطيكم بعض الأرقام، وزيد منظمة باهو اللي هي في الدول الأمريكية ككل قديش النسب، واللي ما زالت تعتبر إصابات كورونا في ظل هالأعداد هذية تعتبر في تزايد، وبرشا ناس ما زالوا في خطر. وكنا احنا في تصريحات سابقة حتى من عضو اللجنة العلمية الدكتور محجوب العوني كان قال إذا كان ما حافظناش على الإجراءات الوقائية وفي نفس الوقت سرعنا في التلقيح نتاعنا والجرعة الرابعة والناس المعيين بالجرعة الرابعة يمشيوا يعملوا التلقيح نتاعهم، راه ديما مازلنا في خطر الحقيقة. مازال الواحد لازم يرد باله على روحه، هذيك علاش حاشين ناكد لكم عليهم ديما، اللي هي الإجراءات الوقائية والمحافظة على البروتوكول الصحي مع غسل اليدين ديما، مع كونكم ترتديوا الكمامات نتاعكم إذا كان الأماكن كانت مغلقة وتكون مكتظة، تحافظوا على التباعد الجسدي، وفي نفس الإطار تكملوا الجرعات نتاعكم فيما يخص جرعات التلقيح، حكيكة تكونوا نوعا ما أحميتوا روحكم، وحتى كان انتم مناعتكم لباس الحمد لله تكونوا على الأقل ما تنجموش تهزوا الفيروس للعبيد القراب عليكم. ولحد الآن ما زلنا ما شهدناش صفر حالة من الإصابات بفيروس كورونا، ما زلنا ما شهدناش صفر حالة وفاة، دونك ما زال الفيروس متواصل وما زال تفهم متحورات جديدة. ذيك ديما ذيك علاش ديما نقول لكم سيسوا روحكم الناس الكل، ونذكركم الأرقام اللي كنا عطيناها لكم قبيلة بشوية، هي أرقام تخص الدول الأمريكية حسب منظمة باهو، كانت هذه شيفخ سانتي. شيفخ سانتي مازلنا مكملين معكم مشوارنا حتى النص نهار في مختلف الفقرات اللي تنجم تهمكم الناس الكل، نحاول نعطيكم بعض الدراسات اللي تهمكم انتم زيدة في مختلف كلكو سوا، خاصة الأمراض اللي ديما الدراسات تتجدد في كل مرة، نحاول نصحو لكم المفاهيم ونحطوكم في الإطار، سينو احنا باش نحاولوا الحقيقة إذا كان منا لقبل نص نهار حاولنا ناخذ معنا عضو من الغرفة الفتية بالاقتصادية بحاجب العيون باش نحكيو لكم على ما تعاونها والشراكة مع الجمعية التونسية لإعانة ضحايا الأخطاء الطبية، باش نحكي لكم هكيك على القافلة الصحية متعددة الاختصاصات لفائدة سكان حاجب العيون، إن شاء الله باش تكون نهار 29 مايو اللي كنا عطينيكم بعض التفاصيل عليها، واللي باش يشملها طب العيون عظام ومفاصل، الطب الباطني والكبار، طب الأطفال، أمراض القلب والشرايين، نساء وتوليد، وكلى ومجاري بولية. ذيك علاش حضروا روحكم إذا كان أكثر تفاصيل تحبوا تسمعوا نجموا تستنيونا، إذا كان احنا نجمنا حقيقة نتحصلوا على حد من أعضاء الغرفة الفتية الاقتصادية بحاجب العيون، وكيكا ناخذوا أكثر تفاصيل، وكيكا سكين حاجب العيون تكون عندهم فكرة واضحة وشاملة قبل نهار 29 مايو. إذن نواصل معكم في سنتي 5.0 المشوار نتاعنا في برشا فقرات تستنى فيكم من توحة نص نهار. سنتي 5.0 اهلا وسهلا بكل ملتحق بينا في الاستماع على البوند اف ام اذاعه القيروان والنصحه في سانتي 5.0 سانتي 5.0 برشا مفاهيم تنجم تختلط في أذهان بعض الأشخاص، خاصة فيما يخص نعرف احنا معظم الأخبار المدولة تنجم تكون صحيحة تنجم تكون غلطة، معلومات تحبوا تتأكدوا منها تتسويت في شنو صحيحة شنو صحيح؟ تصحيح بعض التصورات الصحية الخاطئة. تصحيحاً لبعض التصورات الصحية الخاطئة، كما نعرفوا السن الأفضل لتلقي التلقيح حسب الصحة العالمية، برشا أولياء يكونوا متقلقين برشا على تلقيح الصغيرات، وفما حالات خاصة بين الأطفال اللي تستوجب مزيد من الرعاية. كانت قالت كبيرة علماء بمنظمة الصحة العالمية دكتورة سوميا سوامينثان أن جميع الأباء يحسوا بالقلق على الأطفال متاعهم وعلى السلامة إذا كان ينبغي عليهم الحصول على لقاحات كوفيد. أشارت إلى أنه من المعروف أن غالبية الأطفال والمراهقين الأصحاء حتى لو أصيبوا بعدوى كوفيد 19 فإنهم لحسن الحظ ما يكونش المرض امتاحهم بشدة. كانت في برنامج العلوم في 5 اللي تبثه منظمة الصحة العالمية قالت الدكتورة سوميا اللي فما حالات خاصة بين الصغيرات تستوجب مزيد من الرعاية، خاصة الأطفال اللي يعانيوا من بعض الأمراض الأساسية كما مرض السمنة، وإلا اللي يعانيوا من التشوهات الجينية كما متلازمة داون، مرض السكر
التهاب الكبد والربو الشديد وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى. كانت أوضحت اللي صغيرات هذوما باش يكونوا أكثر عرضة للإصابة بحالة كوفيد شديدة، علاوة على أنه فما بنسبة مئوية من الأشخاص هذوما اللي تظهر عليهم الأعراض بعد تعافيهم من كوفيد، وهو ما يسمى بمتلازمة ما بعد كوفيد وإلا كوفيد طويل المدى. نكملكم في نفس الإطار، كانت أوضحت الدكتورة سوامي نيانف أنه يمكن أن تكون الأعراض في صورة تعب وإلا صداع وإلا أنواع مختلفة من الأعراض اللي تنجم تستمر في بعض الأحيان بأسابيع وإلا أشهر. تابعت أنه يمكن أن يصاب بعض الأطفال بنوع من المرض الالتهابي بعض المرحلة الحادة من عدوى كوفيد، هذاك علاش من الجيد حماية الأطفال. توصي منظمة الصحة العالمية بأن الأطفال فوق سن 5 ينجموا يتلقوا لقاح كوفيد. كانت أشارت زيدا إلى أنه من المعروف أن غالبية الأطفال والمراهقين الأصحاء ينجموا يصيبوا بعدوى كوفيد 19، أما لحسن الحظ ديما ما يتعرضوش للأمراض بشدة. ذلك عليش نقول لكم سيسروا يحكم على صغيراتكم، التلقيح ما يضرش صغيرات، ينجم يحميهم رغم اللي الأعراض تنجم تكون مش كبيرة برشا بالنسبة للصغيرات. ما ديما نأكد لكم احنا على أهمية التلقيح. وكانت هذه شنو الصحيحة؟ شنو الصحيح؟ تصحيح بعض التصورات الصحية الخاطئة. بشنو صحيح نكون وصلنا معكم الاخر مشوارنا لليوم في سانتي 5.0. توصلنا معكم مدة ساعتين من زمان. غو ميرسي لأحمد المخلوفي في الاخراج التقني الحساسي، أحمد شفر لأمن لكم الديجيتال، أنس الهميمي اللي كانت في تنسيق المكالمات. وما ننسيوش في أقل من 4 دقائق تجيكم زميلتنا سهام حمدي قراءة في آخر الأخبار المحلية العالمية والجهوية. مريم منصوري كنت نخطب لكم جمعة مباركة على الجميع، إن شاء الله نتلقاو جمعة جاي في سانتي 5.0. على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص، هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتومون على وضعياتكم لجميع الاستشارات الطبية، تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 10:30 نهار على الحياة فام في سانتي 5.0. صحتك بالدنيا.